قبل تحريك الموصل ألف باء إلى اليمين بسرعة ثابتة، كان التدفق المغناطيسي الابتدائي يساوي المجال المغناطيسي في الألف في جتا الزاوية ثيتا، حيث أن ثيتا تساوي صفر وجتا الصفر هي واحد، إذن فاي تساوي غين في ألف واحد. عندما تحرك الموصل تتغير المساحة وليس المجال، وعندما يتحرك الموصل ألف باء لجهة اليمين إلى الموضع ألف باء فتحة مسافة دلتا فاء، يصبح التدفق المغناطيسي النهائي يساوي فاي تساوي غين ألف واحد. إذن في الموضع ألف باء والموضع ألف باء فتحة، إذن هذا ألف هذا باء، ألف فتحة باء فتحة، تحرك الموصل ألف باء مسافة دلتا فاء. هنا التدفق المغناطيسي كان غين واحد في ألف واحد، وهنا كان التدفق المغناطيسي يساوي غين في ألف اثنين. المجال المغناطيسي نفسه، ولكن هنا ألف واحد وهنا ألف اثنين. الآن يلاحظ حدوث تغيير في التدفق المغناطيسي مقداره دلتا فاي، إذا دلتا فاي يساوي فاي اثنين ناقص فاي واحد. فاي اثنين عبارة عن غين في ألف اثنين ناقص غين في فاي في ألف واحد، نأخذ غين عامل مشترك فتصبح لدينا غين في دلتا فاي، الفرق بين المساحة. نحن نعلم أنه المساحة تساوي الطول في دلتا فا المسافة، ومنها إذن دلتا فاي تساوي غين في لام في دلتا فاي. الآن بالقسمة على دلتا زين جميع الأطراف تصبح دلتا فاي على دلتا زين، وهنا غين لام في دلتا فاي على دلتا زين. إذا دلتا فا على دلتا زين تعطينا السرعة عين، وتبقى غين في لام، ونحن نعلم أنه غين في عين في لام هي عبارة عن ناقص القوة الدافعة، حيث أن جيب الثيتا هنا ثيتا تساوي 90 درجة. الآن قاف الدال تساوي ناقص دلتا فاي على دلتا زين، إذن هذه هي القوة الدافعة المغناطيسية، حيث أنها تساوي ناقص دلتا فاي على دلتا زين. إذا كان الملف فيه عدد من اللفات فتكون القوة الدافعة ناقص نون في دلتا فاي على دلتا زين، حيث أن نون هي عدد اللفات.